بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أهلا وسهلا بكم جميعا في دورة جديدة في منصتكم، المنصة التربوية الشاملة ضمن شبكة الرواد الإلكترونية. دورتنا اليوم تعالج قضية نفسية مهمة في مسألة الصدمات، كيف نتخطى الصدمات مع الأستاذة المدرب الدولي والاستشاري أمل مبروك. ما نبدأ بإذن الله مع المحاضرة الأولى، فلتتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مساء الخيرات عليكم، وأهلا وسهلا بكم في منصتنا التربوية الشاملة، أحد منصات شبكة رواد الإلكترونية. معكم المدربة الدولية أمل مبروك، مدربة في مجال الأعمال التطوعية وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية ومجال المهارات الحياتية. سعيدة جدا بتواجدي معكم في سلسلة المحاضرات تخاطي الصدمات. قبل كل شيء خلينا نتعرف عليكم ومن أي دولة تتابعونا. اللي حاب إن يعرف عن طريق المايك يتفضل، واللي حاب يعرف عن طريق الشات يتفضل. فيصل جليلي من الجزائر. أهلا وسهلا بك، أهلا وسهلا أستاذة شهد من السعودية، أهلا وسهلا أستاذ عبد الوهاب السعودية، أستاذة رامة من السعودية، أستاذ عبد العزيز من السعودية، وأستاذ إبراهيم من السعودية، وأستاذة يسرى من سلطنة عمان، وأستاذة الهنوف من السعودية، أهلا وسهلا بكم جميعا. طبعا إحنا في علاج الصدمات النفسية دائما في سؤال يتكرر: لو الشخص عنده صدمة معقدة أو العديد من الصدمات بماذا يبدأ؟ محاضرات تخاطي الصدمات هي تعتبر الخطوة الأولى اللي احنا هنا هنتعرفوا فيها تعريف شامل عن موضوع الصدمة النفسية وكيف تحدث الصدمة النفسية. في آخر سلسلة المحاضرات في المحاضرة الرابعة هنحاول ان احنا نعطوا بعض النقاط المهمة اللي هتكون نقاط كإرشاد أو توجيه انك انت تتعافي من هذه الصدمه. يعني احنا محاضراتنا طبيعه المحتوى متاعها شيني ثقافي وارشادي، لان طبعا الماده العلميه المتكونه منها المحاضرات هي متكونه من منهج علمي مع الخبره الشخصيه. على خاطر هيك احنا شعار محاضرات تخاطي الصدمات خليناه شعار مشوار الالف ميل يبدا بخطوه، لان اول خطوه بتقوموا بها هي حضوركم للمحاضرات هذه. فاليوم هتكون محاضرتنا تتكلم على مفهوم العام للصدمه النفسيه وما هي اسباب حدوث الصدمه النفسيه. نحن طبعا نعرف ان حياه الانسان بصفه عامه تتعرض لتهديد نتيجه الاحداث المؤلمه والصادمه اللي احنا نتعرض لها شبه يوميا من خلال حياتنا، واللي تسبب في بعض الأحيان إن الإنسان يكون هو سبب في الأحداث هذه بقصد أو من غير قصد. يعني على سبيل المثال عندنا الكوارث التكنولوجية اللي منها شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، هذه تعتبر من صنع الإنسان، وتعتبر إن بعض الأشخاص يستعملوا الأشياء هذه باش يأذوا أشخاص آخرين ويسبب لهم صدمة. هذا اللي نقصد فيه إن هي بعض الأحداث الصادمة بتكون بقصد أو من غير قصد الإنسان. الأشخاص اللي طبعا يتعرضوا لصدمة دائما بيكون عندهم شعور يغلب عليهم، هو شعور الحزن، الغضب، الإنكار، لوم النفس إلى آخره. طبعا مع مرور الوقت بعض الأشخاص يستطيعوا إن هم يتأقلموا ويتغلبوا على الآثار السلبية للصدمة، باهي لأنهم هم طبعا يتلقوا الدعم اللازم، وهذا طبعا هنحكوا عليه في المحاضرة الأخيرة الرابعة. وبعض الآخر لا، للأسف الآثار السلبية تسيطر عليه، يلقى روحه مازال قاعد في الدوامة
الصدمة أو دوامة الموقف اللي صار مش قادر يتخطاه، وهذا طبعا يسمى اضطراب ما بعد الصدمة. احنا اللي هيهمنا ان احنا نعرف وش نعني بالصدمة، كيف تحدث الصدمة هذه، شن هي أولى الخطوات الصحيحة ان احنا نتعافوا من الصدمة. الصدمة النفسية، يعني احنا من كلامنا هذا نقدر نقول ان الصدمة النفسية عبارة عن ان الشخص يتعرض لموقف او ظروف صعبة، او نقول ان هي عبارة عن رد فعل نفسي باهي على حدث مؤلم اللي هو يشكل الصدمة. الحدث هذا يهدد حياة الإنسان ويهدد سلامته، ومرات يهدد حياة الأشخاص المرتبطين به ويهدد سلامتهم. مصطلح صدمة في اللغة يعني صدام، أي يعني إصابة شديدة، وإحنا طبعا أكيد يعني زملائنا الدكاترة إن هذا تخصصهم أكثر يعرفوا إن في الطب العضوي إن الإصابات الشديدة تصب أجسامنا، يعني الجسد، إن الإصابة الشديدة تصب الجسد فقط، لكن هنا إحنا قاعدين نتحدث عن النفس البشرية. أيضا النفس البشرية يصبها إصابات شديدة، إصابات شديدة في عقولنا، في أبداننا، في أرواحنا، في نفسيتنا، هذه كلها طبعا اللي قدام في قبل ما نهاية المحاضرة هنعرضوها في الجزء الثاني اللي هو أسباب حدوث الصدمة. نقدر نقول إن الصدمة النفسية عبارة عن حالة من التغير في كيان الشخص، إن هي بتعمل إن هي إخراج من حالة مثلا الهدوء الطمأنينة والدخل في حالة من الاضطراب والفوضى. هذه كلها تعريف يعني نقدر نقول عليها هذه تعريف الصدمة النفسية أو مفهوم الصدمة النفسية. طبعا هنا عندنا في كيف ما هو موجود في العرض ان مصطلح صدمه، هذه طبعا هي اصلا مصطلح صدمه كلمه يونانيه مشتقه منها، وهي طبعا تعني جرح محدث بطرف عنيف، وطبعا هم استعملوا المصطلح هذا دائما في ميدان الطب والجراحه. هذا بخصوص الصدمه النفسيه. استاذ ممكن تحول لي الشريحه الثانيه اللي هي فيها التعريف الاشمل للصدمه النفسيه الشريحة اللي بعدها. نعم، اللي بعدها. ايه لحظة فقط. تمام. لا لا، اللي قبلها هذه انواع الصدمات اللي قبلها. تمام. تمام. إيه. الصدمة النفسية زي ما نشوفه هنا موجود من التعريف اللي احنا تكلمنا عليها. تعرض الفرد لحدث مفاجئ وعنيف مهدد لحياته يجعله بخطر، زي ما قلنا احنا ان هي بموقف او موقف او حدث مؤلم يهدد حياة الشخص وسلامته او حياة الاخرين المرتبطين به وسلامتهم، وهي حدث يعيشه شخصيا او كشاهد مباشر او غير مباشر للحالات الفظيعة يستمتع اليها كالموت او الجروح الخطيرة او الاعتداء الجنسي. وهذا نزيد نتكلم عليه لما نوصل في اسباب حدوث الصدمة. باهي، كيف تحدث الصدمة؟ لو هذا هو التعريف الاشمل للصدمة النفسية ومصطلح صدمة نفسية، باهي كيف تحدث الصدمة؟ الصدمات، في صدمات تكون ناتج عن الكوارث الطبيعية، وفي صدمات تكون ناتجة عن الكوارث البشرية. الصدمات اللي ناتجة عن يعني مش من صنع الإنسان، هذه في الطبيعة كالزلازل، البراكين، الفيضانات وغيرها، هذه كوارث طبيعية. والنوع الثاني صدمات تنتج هو اللي تدخل فيها وهو اللي صنعها. أيضا عندنا الحوادث، سواء حوادث السيارات، القطارات، الطائرات إلى آخره. بح احنا على خاطر زي ما هو طبعا موضح. عفوا، هل الصوت يتقطع عند الجميع؟ اي نعم يتقطع الظاهر. نبغوا فيه لو نسمع تعيدينا فيها. انواع الصدمات النفسية تمام. بنوعها. انواع الصدمات النفسية عندنا بتكون صدمات ناتجة عن كوارث
طبيعية، بعد الإنسان ليس، الإنسان ليس له دخل فيها، مش من صنع البصر وأن البشر وأن هي من الطبيعة، تمام. النوع الثاني صدمات تنتج عن الكوارث البشرية، من اسمها كوارث بشرية يعني أن الإنسان له دخل فيها، يعني من صنع الإنسان. على سبيل المثال الحروب، الحرائق المفتعلة، حوادث السيارات، الطائرات، القطار، النزاعات، هذه كلها من صنع البشر. احنا جينا هذه بالنسبة لأنواع الصدمات النفسية. لو انني نبي مثلا عارف روحي انني عندي صدمة، او شخص بيعاني من صدمة ويبدأ في رحلة العلاج، رحلة العلاج نحن طبعا نعرفه، لو أي شيء لازم يكون عنده قاعدة أساسية، أي شيء أنت تبدأ فيه ضروري يكون عنده قاعدة أساسية. القاعدة الأساسية اللي أنت تتأقلم مع الصدمة هذه، وأنك أنت تتعالج منها، وأنك أنت تطلع من دوامة الصدمة، القاعدة الأساسية ضروري أنها هي تكون بشني، بأنك أنت تتقرب من الله عز وجل. لأنك أنت لما تتقرب من الله عز وجل هيكون عندك سلاح قوي، هيكون عندك هنا طمأنينة. عندنا بعض الآيات يعني اللي بتدل على الكلام، يعني الكلام لأنك أنت تتقرب من الله عز وجل، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، فمن اتبع هدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العلي العظيم. هذه آية تدل أن أنت لو تكون بالقرب من الله عز وجل، تمام، أنت هنا هيكون عندك سلاح قوي باهي، ان انت تقدر ان انت تتخطى الصدمه هذه، وتعرف ان انت كيف تطلع من الصدمه. اول حاجه لما تكون قريب من ربي، هذا هيكون يساعدك ان انت اوكي المفروض تكمل رحله العلاج، هيكون سلاح قوي ان انت تواجه الابتلاءات والصعوبات اللي تواجهها، وانك انت يكون عندك القدره ان انت كيف تتغلب عليها. فالقاعده الاساسيه لينا ان احنا نبغى نتعالج من اي صدمات في حياتنا او ازمات بصفه عامه او امراض نفسيه، لازم يكون التقرب من الله عز وجل، هذه اول قاعده اساسيه تكون عندنا باش ان احنا نقدر نبدا نتعالج. وطبعا هذا مش يعني ان احنا نلغو الجانب العلاجي الطبي، لا، لان لكل داء دواء، لكن القاعده الاساسيه اللي انت تبي تبني بيها وتبدا بيها علاجك لازم تكون التقرب من الله عز وجل. هذا بخصوص أنواع الصدمات وشن هي القاعدة الأساسية المفروض إن احنا تكون يعني عندنا باش نقدر إن احنا نبنو ونبدو في العلاج الفوري من الصدمات هذه. بعدها احنا بنشوفه بهي الأشخاص لما تصير صدمة في اللحظات الأولى، لما في اللحظات الأولى كنت لما تلقي خبر الصدمة، أو لما تصير لك صدمة أو يصير لك الموقف هذا، كيف تتفاعل معه؟ بعض الأشخاص يعني عندنا، ممكن الشريحة اللي بعدها أستاذ، يعني كيف يتفاعلوا الأشخاص مع الصدمات؟ أول ما تصير لك الصدمات في اللحظات الأولى كيف تتفاعل معها؟ في بعض الأشخاص يتفاعلوا عن طريق القتال، طبعا هو القتال إن هنا بتكون عدواني، يعني في اللي من القتال يشمل ان مثلا اول حاجه الانهيار، بكاء شديد، الانهيار، او انه بيكون سلوكك عدواني مع الاخرين، او بتقطع علاقتك مع الاخرين، فهذا في من يكون ردة فعله بالشكل هذا، لان احنا قلنا الصدمه هي عباره عن رد فعل نفسي لشخص تعرض لموقف او لموقف او حدث مؤلم، تمام. ردة الفعل هذه كيف بتكون؟ في اللي بيكون عن قتال، يعني انهيار، بكاء، بيكون عدواني، اسلوبه يتحول لعدواني هجومي، هذا لدرجه انك انت تقول هو ممكن متعرض لصدمه او لضغوطات. في العكس، لا، يكون التجمد، انك انت لما تشوفه تقول ان هو شخص هذا بارد، المفروض ان هو اول ما تلقى مثلا على سبيل المثال الفقدان، طبعا يعتبر فقدان العائله او فقدان اي شخص هذا يعتبر ايضا من الصدمات. فلما يكون يتلقى خبر وفاة يعني وفاة أحد أفراد عائلته، المفروض إنه هو الطبيعي إنه يبكي، يحزن، كذا. مرات تلاقي الشخص هذا لا، ما يعطيكش أي ردة فعل، يكون ردة فعله الوحيدة التجمد، إنه هو شخص بارد. بالعكس، هو مش شخص بارد، هو مازال ما استوعبش الصدمة، هو شخص بيكون في اللاوعي، مازال ما استوعبش إن الموضوع هذا صار أو الحدث هذا صار. فهذه بتكون ردود الفعل الأولى. باهي، عندنا آخر ردة فعل اللي هو الهروب. في بعض الأشخاص يهربوا أول ما يصير موقف أو الحادث أو كذا، تشوفهم دائما إن هم في حالة هروب. في أشخاص يخشوا في غرفهم، يسكروا باب الغرفة عليهم، ما يطلعوش نهائيا، هم يحسوا إن هو في الهروب، إن هذه آلية دفاع، إن هي تحمي أنفسهم
من الصدمات، يعني اللي بتكون ردود افعالهم ردود افعالهم بالشكل هذا، هم يشوفوها كانها هي اليات دفاع ان هم يحموا انفسهم من الصدمات. فهذه هي كيف يتفاعل الاشخاص مع الصدمات، قلنا القتال وتحت يعني انهيار، البكاء، انه يكون عدواني هجومي الى اخره، التجمد، انه هنا يكون الشخص هذا بارد، يصبح بارد. هو مش بارد، هو بيكون اصلا في مرحله اللاوعي، انه هو مازال ما استوعبش اللي صار، شن الموقف اللي صار. واخر شيء الهروب، ان في بعض الاشخاص تفضل ان هي لما يجيها يصير موقف او ان هي تنصدم تلاقيها تاخذ آلية، ان هي تشوف فيها آلية دفاع ان هي بتهرب من الموقف هذا، لانها تتفكر ان هي لما هتهرب هي هنا بتحمي نفسها. فهذه كيف يتفاعل بعض الاشخاص مع الصدمات. طبعا اخر شيء هنوصل فيه لجلستنا اليوم او محاضرتنا اليوم، اللي هو اسباب حدوث الصدمات. أسباب حدوث الصدمات عند أول شيء الكوارث الطبيعية، يعني علاش الناس يتشكل عندها صدمة، من وين تجيهم الصدمات، أو من وين تتشكل عندهم الصدمات، أو كيف تحدث لهم الصدمات. أول شيء الكوارث الطبيعية، وهذا تكلمنا عليه زي الحرائق والزلازل. الشيء الثاني الحروب. الحروب تعتبر حدث مفاجئ، لأن الحرب في أي لحظة ممكن يصير حرب، هذه تعتبر حدث مفاجئ. وإحنا طبعا نعرف الحروب شن تقدر ان هي تفعل في الناس، هي دايما اصلا الحروب تخلف شني الدمار والاذى في كل لحظه. بعد عندنا بعض الاحداث اللي بتسبب اوجاع كبيره سواء نفسيه او بدنيه، على سبيل المثال شني اعتقال، يعني بيجوا يعتقلوا شخص بشكل مفاجئ ويعرضوه للعذاب الشديد على سبيل المثال، او على سبيل المثال مناظر اطفال احنا نشوفوها تموت وتستغيث، وانت مش بيدك انك انت تقدر تدير لهم اي شيء، فهنا بتشكل عندك صدمه. ايضا مناظر نساء حتى هي تتعرض مثلا للضرب او تستغيث، وانت مش بيدك انك انت تدير لها شيء، وزي هذا اللي نشوفه فيه اغلب شيء في الحروب، فاحنا بس مجرد ان ما عندنا الا الدعاء، فهنا هذه مرات تشكل صدمه نفسيه. ايضا زي ما احنا تكلمنا الفقدان، انك انت بتفقد اخوك، اختك، اب، ام، فقدان شخص عزيز عليك، هذا يشكل صدمة. اخر شيء العنف الجنسي باشكاله والتعذيب باشكاله. طبعا احنا عندنا حواسنا الخمسة بتكون مرتبطة ارتباط يعني وثيق بالصدمات، يعني كيف على سبيل المثال احنا طبعا نعرف حواسنا الخمسه، على سبيل المثال لو احنا سمعنا صوت، لو سمعنا مثلا صوت، طبعا بعد ما احنا نتعافوا من الصدمه، لو سمعنا مثلا صوت اصوات، على سبيل المثال لو احنا كنا تعرضنا لحرب فتره من فترات حياتنا، تعرضنا لحرب وبعدها خلاص احنا تجاوزنا الصدمه هذه لان احنا كنا عايشين في حرب، لو احنا تسترجع بينا الذاكره، لو احنا نشوفه عبر التلفزيون حروب في مناطق أخرى ونسمعوا الأصوات، هنتذكر وهيرجع بينا وترجع بينا الذاكرة للصدمة اللي صارتنا والموقف اللي صارنا، إن إحنا فعلا عشنا من كم سنة الحرب هذه، هيرجع لك نفس الشعور، يعني كأن إحنا نسترجعوا ذكريات مؤلمة. هذه مثلا عن طريق مثلا السمع، عن طريق البصر، لو إن إحنا شفنا مثلا صور مماثلة لصور إحنا مثلا تعرضنا لها في موقف، أو لو كنا في الصدمة وتعرضنا للصور هذه وبعد فترة شبحنا الصور هذه نفسها مماثلة أو شبيهة لها، أيضا هنسترجعوا الذكريات المؤلمة وهنحسوا بأن الموقف رجع مرة ثانية. طبعا حواسنا جدا الخمسة مرتبطة، لكن لما إحنا لما نسترجع ذكرياتنا الآليمة مش هيكون بنفس مقدار مش هيكون بنفس مقد مش هيكون بنفس مقدار وقت ما نحن كنا في الصدمة، لأن احنا طبعا تعافينا من الصدمة، لكن هذه تعتبر الصدمة محفورة عايشة معانا، يعني ممكن زي ما نقولوا أي مثلا موقف أو أي مثلا صوت أو أي صورة احنا مجرد ان احنا نشوفوها على طول السلام عليكم، هترجعنا كيف الله للموقف يجزاكم. اللي احنا عشناه، هترجعنا للموقف اللي احنا عشناه، لكن مش بنفس المقدار اللي احنا كنا عايشينه. يعني زي ما قلت لكم هتعتبر بس ذكريات، مجرد ان هي ذكريات أليمة. فنحن هذه ابسط شيء ناخده مثال، لو احنا مثلا فقدنا اب او ام، تمام، وبعد فترة من الوقت مثلا ان احنا سمعنا مثلا زميل لينا في العمل فقد مثلا بو بهي، واحنا بنمشوا للعزاء باش نعزوا،
لما انت تخش للعزاء وتشوف الناس تبكي وتسلم وتعزي، هيرجع لك نفس الشعور اللي انت عشته مثلا في عزاء، في عزاء بوك، نفس الشعور بيرجع، بتسترجع الذكريات، بتحس نفس الوجع، لكن مش هيكون نفس الوجع اللي انت كنت في نفس الوقت فيه من كم سنة فاتوا. فهذا هو اللي يقصد به لما احنا حواسنا الخمسة تكون مرتبطة ككامل الارتباط، يعني بحدوث الصدمة النفسية. يعني احنا ممكن اي لقطة، اي صوت، اي صورة ممكن ترجعنا ترجع بينا الزمن للخلف، ان احنا عشنا الموقف هذا او عشنا الحدث المؤلم هذا وحسينا بيه. فهذا يقصد به لما يقولنا ان هي حواسنا الخمسة مرتبطة كامل الارتباط ب الصدمات وحدوث الصدمات. تقريبا هو تعتبر اليوم محاضرتنا كانت تتكلم عن المفهوم الشامل للصدمة النفسية، عرفناها كيف تحدث الصدمة، شن أنواع الصدمة تكلمنا عليها، وكيف إن هي بما أن الصدمة تعتبر رد فعل نفسي، فكيف ردود الأفعال الأولى لبعض الأشخاص لما يتلقوا الصدمات. هذا تقريبا هيعتبر لهنا، يعني هذا ما يخص محاضرة اليوم. فلو في أي استفسار، أي جزئية مش واضحة في المحاضرة، قبل ما نعطيكم الجزئية الأخيرة بس الختام. بارك الله فيك يا أستاذة، شكر الله سعيك، أحسن الله إليك في هذا العرض الماتع وهذه المعلومات الجيدة والقيمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تنفع بها المسلمين. في سؤال ورد في الدردشة يسأل، يقول هل من الضروري أن تكون الصدمة عنيفة؟ يعني كل الصدمات تكون بسبب فيه عنف. أنا مثلا يحضرني مثال، مثلا لو مثلا شاهد الطفل صور مثلا إباحية خرجت له من الإنترنت، قد تشكل له صدمة، أليس كذلك؟ هي تشكل له صدمة، لكن هو شوف أستاذ، هي بالنسبة للصدمات هي أيضا الصدمات مراحل. يعني في الصدمة، في بداية الصدمة بتكون ما نقدرش نقول هي صدمة خفيفة، هي أيضا كمان تتوقف على طبيعة الأشخاص، يعني وهذه طبعا في الختام هنقولها، تتوقف الصدمات على طبيعة الأشخاص، مدى تحملك أنت للصدمة هذه، الهيكلية الشخصية متاعك كيف هتتعامل مع الصدمة هذه. طبعا أنت الطفل، إن الطفل مازال إن هو في مرحلة ما تكونتش الشخصية متاعه، ما تكونش هيكل الشخصية، ما كونش تجارب، ما كونش خبرات، فبالتالي هذه لما هو يشوف صور إباحية هي هتشكل عنده صدمة، لكن مش هتكون هذيك الصدمة العنيفة. لو إن احنا خلينا الطفل هذا في حرب، هنا في فرق، إنه يكون الشخص الطفل هذا موجود في حرب وصارت حرب، أو إنه هو هيشوف صور إباحية. هي مرات الصور هتكون محفورة في الذاكرة متاعه باهي، لكن المفروض هنا هيشوف، لو مثلا الأهل أو الأسرة انتبهت إنه هو شاف صور إباحية، المفروض هيكون في طريقة إن هم كيف يتعاملوا مع الموضوع هذا. هذه طبعا تعتبر طرق علاجية باهي، طبعا هم هنا هيفيدوكم فيها اكثر المختصين في علم النفس، في طرق هتتعامل كيف مع الطفل، ان انت بتحاول ان انت توضح لي ان الصور هذه مش هتقول انها صور اباحيه او غير اخلاقيه، لان هو مش هيفهم المصطلحات هذه، ولكن انت بتحاول ان انت توريه ان مثلا الصور هذه تعتبر فعل سيء، يعني انت بتحاول تتكلم باللغه متاعها، عكس ان انت الطفل هذا هتحطه لي في حرب، هنا هيكون عنده صدمة عنيفة. لما انت تحط طفل في حرب، أصوات، انفجارات، يشوف في جثث، قتل، تشريد، اعتقالات، تعذيب، فهنا عكس. فالصدمة أول شيء بتوقف على الموقف اللي أنت موجود فيه أو الحدث اللي صار، الشيء الثاني شخصيتك، الهيكلية بتاعت الشخصية، تركيبة الشخصية. في أشخاص هم في الأساس شخصيتهم عندهم قوية، يعني عندهم بعض الصفات اللي تسمحهم إن هم لو يتحطوا في صدمات يعرفوا كيف إن هم يتعدوا ويتغلبوا الصدمات هذه. وفي بعض الأشخاص لا، للأسف يكونوا في نفس الدوامة بتاعت الصدمة، وهذا بالتالي يتطور إلى حاجة اسمها زي ما قلنا احنا في البداية الاضطراب ما بعد الصدمة، وهذا برضو أيضا ليه علاج وطرق علاج أخرى. علماء النفس والأطباء النفسيين هم عندهم بعض العلاجات والطرق العلاجية اللي تتعالج بها المرض هذا. نعم، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. تمام، بالنسبة خليكم ختام، السلام عليكم. نعم، ناخذ الأسئلة كلها وبعدين نديروا الختام. تمام أستاذ حسام، السلام عليكم، جزاكم تفضلي. الله خير هذه المحاضرة.
في عندي سؤالين. السؤال الأول، يعني كيف بتعرفون إن إحنا حضرنا الأربع محاضرات؟ لأنه ما في رابط حضور. السؤال الثاني، أنا التقيت بحالة، يعني هذه الحالة حق واحدة صارت، إحنا كنت عمرها 40 سنة، تعرضت للتحرش من جارهم، وهي طفلة صغيرة يمكن 8 سنوات 9 سنوات. لما كبرت، يعني ما كانت قبل طول، أنا ما كنت أفكر، بس لما كبرت يعني وعت، يعني كأنها ما صدقت أنها تعرضت لهذا الشيء، مو متقبلتها، يعني معقولة أنا تعرضت لهذا الشيء؟ فكيف التعامل معها لو سمحتي؟ جزاك الله. تمام، شكرا على سؤالك واهلا وسهلا بك. طبعا هو سؤال حضرتك، وفي سؤال هنا جاني من الاستاذ عبد العزيز، طبيب اللي تعرض لاغتصاب جنسي يعتبر صدمه، هو يعتبر اكيد صدمه لانه هو من نوع زي ما قلنا العنف الجنسي، كيف يتعالج منه؟ تمام، بالنسبه لخطوات العلاج هذه في المرحله في المحاضره رقم 4، لان احنا اليوم تكلمنا على الصدمه واسباب الصدمه. في المحاضرة الرابعة اللي هي المحاضرة الأخيرة، احنا هنعطو بعض الخطوات، هي بعض الخطوات الإرشادية لشبه جميع الحالات اللي تعرضوا لصدمة نفسية. باهي الخطوات هذه احنا بنعرضوها، من ضمنها انه لازم يتعرض لمعالج نفسي او طبيب نفسي في الحالتين، حالة الاغتصاب وحالة التحرش، ضروري ضروري انه يكون في معالج نفسي وطبيب نفسي، لان المعالج النفسي والطبيب النفسي زي ما قلنا ان هادو مختصين في علم النفس ومختصين وعندهم طرق وعلاجات خاصة بالحالات هذه، هيعرفوا ان هم يتعاملوا معها. احنا في المحاضرة الرابعة هنعطيكم مجموعة خطوات إرشادية توجيهية نوجه فيها لما أنت كشخص تعرضت لصدمة، مهما كانت الصدمة من الأنواع اللي قلناها، صدمة اغتصاب، صدمة حروق، صدمة إلى آخره، عندك خطوات ضروري إن أنت تتبع الخطوات هذه باش إنك أنت تساعدك وتقدر إن أنت تتجاوز وتتعافى من الصدمة هذه. آخر محاضرة هي المحاضرة الرابعة، عندنا خطوات التعافي من الصدمة. تمام أستاذ نعم حسام. بارك الله فيك. نعم بارك الله فيك. بالنسبة للأخت اللي سألت على موضوع الحضور، نحن إن شاء الله في آخر المحاضرة الرابعة يكون عندنا رابط، والمشارك يقول أنه حضر المحاضرات، أي محاضرات حضر أو لا، وأيضا نحن نفتح الباب المجال أن المحاضرات هذه مسجلة وتنزل على قناة اليوتيوب للمنصة، وحتى من تغيب يمكنه بإذن الله مشاهدة المحاضرة على اليوتيوب ويسجل أنه شاهدها ويأخذ شهادة المشاركة بإذن الله. فالأمر واسع بإذن الله، ونحن نرحب بالجميع أن يشارك معنا وينشر هذه الفائدة، سواء الإعلانات ينشرها أو ينشر أيضا المحاضرة لما نسجلها بإذن الله. طبعا في ختام المحاضرة هذه حابة ننوه على شيء يعني ضروري جدا، التعافي. يعني احنا ما نبوش ننسوا ان التعافي من الصدمات مهما كان نوعها انه ضروري يستغرق وقت، ياخذ وقت. الوقت اللي احنا نوفره لانفسنا هو ليه قيمة كبيرة، فاحنا لما نبغى نتعافوا من شيء ضروري ان احنا نعطوه وقته، ما نقعدوش ان احنا مستعجلين ان احنا لا احنا ما تعافيناش، يعني مش هيصير. لا، ضروري انك انت تتعافى من صدمة وتتعافى من حدث مؤلم، ضروري ان انت تعطي لنفسك وقت مع انك انت تلقى الدعم المناسب اللي راح يساعدك باش تتخطى الصدمة. هذه استودعتكم الله وهو خير الحافظين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى أشكر لك هذه المحاضرة القيمة، وأشكر كل الحضور معنا اليوم. بارك الله فيك وأحسن الله إليك يا أستاذة أمل، وأشكرك مجددا وأشكر كل الحضور على حضورهم معنا في هذه المحاضرة، وأدعوهم للحضور في بقية المحاضرات التي ستكون تباعا
كل يوم سبت بإذن الله في نفس الموعد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مرضى المسلمين، وأن يشفي كل المصابين، وأن ينصر إخواننا في غزة، وأن ينصر المسلمين. نعم، انتهت المحاضرة، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. المحاضرة ستكون قصيرة، حوالي 40 دقيقة بإذن الله، هذا الذي اتفقنا عليه حتى لا نطيل عليكم، ويحصل النفع بإذن الله. والباب مفتوح في غرفة، في مجموعة الواتساب، سأنشر لكم مجموعة الواتساب التفاعلية لبقية التفاعل معنا في هذه المحاضرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.